السؤال الثاني عامر. السؤال الثاني، والدي ولدتي كبيران في السن ويجي يتكلمون خارج المطار وارفع صوتي عليهم، وارفع صوتي عليهم خاصة الوالد، الحين ما يدري حالته الا احنا نغسل. جزاكم الله خير. طيب شكرا. إذا كان ما يسمع إلا برفع الصوت فلا بأس أن ترفع صوتك له بقدر ما يسمعك، بقدر الحاجة داعية إلى هذا. نعم.